عليكم. معكم مس ميرفت فاروق من مدرسة وروضة جيل الراشد. اليوم رح نشرح مادة الرياضيات، درس مقارنة الأطوال. بدي الأطفال الشطورين ينتبهوا لكم شجرة في عندي بالصورة أمامنا. نعم، 3 شجرات، أحسنتم. طيب، أين الشجرة الأطول فيهم؟ هي على اليسار، أحسنتم، هذه هي الشجرة الأطول. طب أين الشجرة الأقصر؟ نعم، هي الشجرة الأقصر. إذا نحن عرفنا الآن أن هنا يوجد شجرة أطول وشجرة أقصر فيهم. لننظر للصورة الأسفل، الأسطوانتين، في عنا أسطوانة زرقاء وعنا أسطوانة حمراء. أين الأسطوانة الأطول؟ نعم، هي الأسطوانة صاحبة اللون الأزرق، ذات اللون الأزرق، والأسطوانة الحمراء هي الأقصر. أيضا تحت يوجد عندنا يدين تمسك الخيط، خيط أحمر وخيط أزرق. وين، أين هو الخيط الأطول فيهم وأين الخيط الأقصر؟ نعم، الخيط الأحمر هو الأطول والخيط الأزرق هو الأقصر. إذن أحبائي، ميزنا بين الأطول والأقصر. سننتقل إلى كتاب التمارين. السلام عليكم، كيفكم يا أطفالي؟ معكم مس ميرفت من مدرسة جيل الراشد. بدنا نحل هلأ تدريبات درس مقارنة الأطوال. نفتح كتاب التمارين صفحة 12. يلا الآن تحدي رقم 1، بدنا نوصل بين الصورة اللي أقصر والصورة الأطول. هاي الصور لإيش؟ عظمات، عظام. نعم، نوصل العظمة الأطول مع كلمة الأطول والعظمة الأقصر مع كلمة الأقصر. أحسنتم. الآن ننزل لتحدي رقم 2، ألون الدودة الأطول باللون الأزرق. انتبهوا، يلا امسكوا اللون الأزرق، وين الدودة الأطول؟ أحسنتم، يلا لونوا لي إياها، بدي لون حلو، لا تخرج الألوان لبرا. الآن نلون الدودة الأقصر باللون الأحمر في فقرة باء. ورجوني وين الدودة الأقصر، ممتازين، بأي لون سوف نلون؟ نعم، باللون الأحمر، أحسنتم. ننزل لتحدي رقم 3، بدنا نلون الشريط الأطول باللون الأصفر. الشريط الأطول باللون الأصفر، ضع يدك عليه. نعم، يلا نلونه. الآن سنلون الشريط الأقصر باللون الأخضر. الأقصر بالأخضر، أبدعتم حبيباتي الأطفال. يلا مشان ندخل على درس جديد إن شاء الله غدا. سلام.